إذن البداية مشاهدينا الكرام ستكون من تونس، تونس الخضراء وهذا المهرجان الديمقراطي الذي تتوق له قلوب وأنفس كل أبناء هذه الأمة. نجحت تونس على أمل أن يكون هذا النجاح نجاح معدي، إنفلونزا الديمقراطية في تونس تعدي كل الأمة إن شاء الله. نتابع بداية هذا التقرير لزميلنا محمد بشر. روح الربيع العربي إذ تعود من جديد، هكذا يبدو المشهد التونسي مع إعلان فوز قيس سعيد رئيسا للجمهورية كثالث رئيس يحل في انتخابات حرة وديمقراطية منذ اندلاع شرارة ثورة الياسمين عام 2011. انتهى عهد الوصاية، هكذا خاطب أستاذ القانون الدستوري الجماهير التونسية بعد إعلان فوزه، مشددا على دور الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ، واصفا ما جرى بأنه مرحلة تاريخية يستلهم الآخرون منها العبر. الأكاديمي المتواضع والمحب لفلسطين كما وصفه البعض تبنى موقفا صلبا إزاء التطبيع مع الكيان الصهيوني في حملته الانتخابية، ولم تغب القضية الفلسطينية عن تصريحاته حتى بعد فوزه. سنعمل أيضا في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية، كنت أتمنى هنا أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي. وأمام المشاكل التي تواجهها تونس آثر صاحب 61 عاما اللجوء إلى البساطة وعدم التكلف في حملته الانتخابية، وستكون أولى مهامه تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي وأشارت إلى تقدم حركة النهضة. المشهد عربيا لم يقل تفاعلا عنه في تونس، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ابتهاجا بالإنجاز التونسي باعتباره فريدا من نوعه في عالمنا العربي، وأعرب مغردون عن أملهم في أن تعمم التجربة التونسية على كافة بلدانهم، قائلا إنهم يغبطون تونس إذ أنه لا دول عربية تنعم بالوصول إلى ما وصل إليه التونسيون من ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار ممثليهم في السلطة، حتى دول الربيع العربي فقد انقلبت حالها وعادت أنظمة القمع فيها للسيطرة أو عن طريق الثورات المضادة أو عن طريق الدول العميقة. وأمام المشهد التونسي يتساءل البعض، هل ينقص العرب شيء لكي يعيشوا ذات التجربة؟ أم هل أن التونسيين فعلوا ما لم تفعله شعوب أخرى؟ وأسئلة أيضا عن دور الجيش وباقي مؤسسات الدول في الحفاظ عليها والوصول بها إلى ما وصلت إليه تونس. إذن كان هذا التقرير ليلخص لنا مشهد فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بهذا المهرجان الانتخابي الديمقراطي في تونس. لتحليل المشهد التونسي اسمحونا أن نرحب بأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل. دكتور أحمد مساء الخير. أهلا بكم، مساء الخير. تحياتي دكتور، يعني إنجاز التعبير زميلك في المهنة الأكاديمي السابق الدكتور قيس سعيد رئيسا لجمهورية تونس، كيف قرأت المشهد دكتور؟ يعني حقيقة أن هذه التجربة في تونس تسجل زيادتها في الربيع العربي لتونس منذ سنوات. نعم. زيادة العزة مرة ثانية يعني لهذا التحرك الذي أدى الشارع الوصول إلى صندوق الاقتراع، فهو دليل وعي الشعب التونسي وأيضا أهمية استمرار في النضال. يعني إذا كانت القضية السابق هي خسر معركة، لكن أنا أعتقد أن الطريق ما زال طويل من أجل تثبيت النتائج الإيجابية على الإنسان العربي في تعرضه ضد الأنظمة المستبدة. نعم. وأيضا لو أنه كانت هناك يعني وجود تدخلات داخلية من بعض الأنظمة العربية وأيضا من قوى يعني الشد العكسي داخل كل دولة، لكن نجح العربي بشكل أفضل. لكن بلا شك في بعض العواصم العربية وجدت أن هذا سوف يهدد وجودها ويهدد استقرارها ويهدد يعني أنظمتها، مما جعل تقاوم انتقال العدوى من تلك من تونس إلى بقية الأقطار العربية. هذه الناحية الثانية، يعني أنا أرى يعني الحكمة في ما يحدث في تونس أن الديمقراطية مهمة بلا شك، وتعبير الشعب أي شعب عربي عن
حقوقه وايضا عن افكاره مهم جدا لكي يلتقطها اي نظام من اجل يعرف ماذا يريد الشعب العربي. ويبدو انه يعني الرئيس التونسي قيس سعيد هو فعلا اعاد السعاده للامه العربيه على اساس انه يعني ان التركيز على القضيه الفلسطينيه في قضيه تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واتهام اي دوله عربيه بالخيانه العظمى وانها جريمه بحق الامه العربيه وليس بحق الشعب الفلسطيني، هذا شيء مهم. هذا دليل على اساس ان اذا تحققت الديمقراطيه وحريه الراي لدى الشعوب العربيه فعلا لاختارت هذه الشعوب مقاومه الكيان الصهيوني وايضا وقفت ضد تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني. ولهذا نرى بان الكيان الصهيوني بيحاول احيانا يطبع علاقاته مع بعض الانظمه هذه لفتره مؤقته، لانه ممكن الانظمه او بعض رموز الانظمه تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لكن بالمقابل الشعوب العربيه لو اتيحت لها الفرصه لكي تعبر فعلا عن افكارها وعن مواقفها لوقفت الى جانب نضال الشعب الفلسطيني وعرفت ان الكيان الصهيوني لا يستطيع اي انسان عربي ان يطبع علاقاته مع هذا الكيان العنصري. يعني هنا دكتور سؤال، يعني كل ما نظن ان الشعوب العربيه اصبحت تعيش في مرحله من التيه وخلل في الاولويات، تعود أي مشهد من مشاهد الحرية يعود لتأكيد لنا على أن البوصلة ما زالت موجهة إلى المكان الصحيح. كيف قرأ الدكتور أن الجماهير في تونس واللقطات للجماهير في تونس تحتفل بفوز الرئيس قيس سعيد وتهتف الشعب يريد تحرير فلسطين، وبالمقابل في فلسطين وفي غزة تخرج الجماهير لكي تفرح وتعبر عن ابتهاجها بفوز رئيس يتعاطف معها ويجرم التطبيع؟ هذه الحالة الشعبية وإعادة ضبط البوصلة إنجاز التعبير إلى المكان الصحيح إلى القضية الفلسطينية، يعني هنا تأتي أهمية الربيع العربي. يعني البعض تعي أن الحراك في الأمصار العربية أبعدت الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية، بل بالعكس أنا أرى نصيحتي لهذه الشعوب أن تعبر عن يعني آرائها أو مواقفها لوقفت إلى نضال الشعب الفلسطيني ضد التطبيع. هذه الناحية أيضا يعني علينا أن نأخذ الأمور بشكل مباشر. يعني الرئيس قيس سعيد بلا شك هو مؤمن أيضا بعدالة القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع، وهو يعرف جيدا أهمية هذه القضية في وجدان الشعب التونسي. من الممكن هذه أن تنتقل إلى شعوب عربية أخرى لكي تقف أمام أو ضد التطبيع، وهذا بالطبع دليل على أساس أن ما ندعي أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قادم لبعض الأنظمة العربية، هذا ممكن أن يحدث فعلا انقلاب في هذه الأنظمة العربية، لأن هذا لن يتم. أن الشعوب العربية إذا توحت لها الفرصة بشكل مباشر وديمقراطي فهي ترفض هذا الأمر. هذه الناحية الثانية، علينا أن ننظر بشكل عام لما يحدث في الأقطار العربية. هل الآن الأنظمة العربية التي فشلت فيها الربيع العربي أو التي لم يترك الربيع العربي، هل هي يعني أفضل حالا مما كانت عليه من قبل؟ لا، بالعكس، أنه ما زالت هناك في فوضى في هذه الأنظمة في الشارع العربي. ولهذا يعني هذا عدم الاستقرار الموجود حاليا لدى الدول العربية أو في الأقطار العربية دليل على أساس أنه لا بد أن يعود نبض الشارع العربي إلى الشارع العربي، نبض الربيع العربي، وأن يعود الوعي الجديد لدى الشعوب العربية. يعني هذه العدوى من الممكن أن تنتقل من تونس إلى أقطار عربية أخرى. وتعرف إذا لم تنجح الدولة الأولى في الربيع العربي فعليه أن تبادر للمزيد من الضغط على الأنظمة العربية لكي تنجح الدولة الثانية أو الثالثة. هي خسرت معركة من بعض الدول العربية، خسرت معركة، لكنه أيضا عليها أن تستمر لأجل أن تنجح الحرب طويلة. لن يجوز في النهاية أن تبقى الأمور على ما هي عليه حاليا. طيب دكتور، أنا لاحظت يعني حتى هنا في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكل سعيد بفوز قيس سعيد، ولكن كان في خوف بنفس الوقت بسبب تصريحاته تجاه الكيان أنهم لن يسمحوا له بالاستمرار، هكذا يقال شعبيا. هل تعتقد أنه ستبدأ مرحلة لإفشال الرئيس الجديد لهذه التصريحات ولموقفه من الكيان، سواء من أذنابه من بعض الأنظمة العربية التي لا يروق لها هذا الشكل من الزعماء أو غيره؟ هل ممكن نشهد ارتداد جديد لتجربة تونس؟ يا أستاذ إنان، علينا نعرف جيدا بأن الآخرين أعداء الأمة العربية لن يسمحوا بنجاح هذه التجربة. مع ذلك يعني هم حاولوا إفشالها المرة الأولى والآن ممكن يستمر هذا الأعداء، لكن مع ذلك إصرار الشعب التونسي على حقوقه وعلى استمرار بالتعبير عن وجهة نظره تجاه الكيان الصهيوني وتجاه قضايا ديمقراطية حرية
بالتالي إعادة الناخب التونسي للتثبت مرة ثانية بالديمقراطية وانتخاب قيس سعيد الذي يمثل هذه الشريحة. إذا ممكن نقل تآمر يعني أن الطرف الآخر الدولة العميقة في تونس أو في دول أخرى سوف تحاول مرة ثانية إفشال هذه التجربة، لكن ليس بالضرورة أن تنجح. هذه نقطة مهمة إذا سمحت دكتور، بس أنا بدي أتأكد عليها، يعني إن كان هنالك مؤامرة ليس بالضرورة أن تنجح المؤامرة، أليس كذلك؟ يعني هو بلا شك بعد يعني مع الأسف بعض المثقفين العرب يقولوا هناك لا توجد فيه مؤامرات، هذه مؤامرات كثيرة على الأمة العربية، لا تريد العدو إن كان في أعداء داخليين وأعداء خارجيين لا يريدون هذه الأمة أن تتقدم وتتطور وأن تحصل شعوبها على حقوقها كاملة بحرية التعبير إن كان في القضية الفلسطينية أو مواقفها تجاه قضايا ثانية أخرى داخلية. القضية الآن مرتبطة بانتقال هذه العدوى الديمقراطية من تونس إلى المغرب العربي وإلى المشرق العربي، وعلى كل نظام عربي الذي يعتقد في قرارات نفسه أنه بعيد عن هذا التحرك الذي حدث في تونس أنه عاجلاً لابد من رياح الربيع العربي أن تصل مرة ثانية إلى هذه الدول، وبالتالي تزيح هذه الأنظمة المستبدة وتحقق الشعوب العربية من حرية وديمقراطية. يعني سؤالي الأخير هو بنفس روح ما تتفضل به دكتور، ولكن هي للتأكيد على مقولة سمعناها مرارا وتكرارا هنا في الأردن وفي كل مكان، السياسيون يتكلموا بها، أن الشعوب العربية ليست جاهزة وليست مستعدة للديمقراطية، وهي عاجزة عن أن تمارس هذه الديمقراطية بنفسها وأن تحكم نفسها بنفسها، وكأنها قاصرة يعني دونا عن الشعوب الغربية. ما ردك على ذلك في ضوء هذه التجربة؟ يعني هذا رأي مرفوض ويعني بلا شك، لأنه في الواقع أنا أرى أن ليست الشعوب العربية التي هي الجاهلة، أن الأنظمة العربية المستبدة هي الجاهلة التي في قرارات نفسها أن تستطيع أن تحكم من خلال أجهزة أمنية أو من خلال القوة والسلطة، لكن هي فشلت في ذلك. إذن الشعوب العربية هي الواعية، يعني من يعتقد بأن هناك انتهى لدى الشعوب العربية من لا تستطيع أن تستمر في نضالها من أجل تحقيق يعني طموحاتها بالاستقرار وبالديمقراطية وبالحرية فهو هو الجاهل، وليس تلك الشعوب التي تناضل باستمرار. يعني نحن نعرف الأنظمة العربية التي تدعي بأنه لم يحن الوقت بعد لكي تحقق الشعوب العربية المزيد من الحريات والديمقراطية، هذا التفكير المنهجي هو تفكير خاطئ ودل دلالة كبيرة على جهل الأنظمة العربية بحقيقة الوعي لدى الإنسان العربي. يعني ممكن في بعض الدول العربية لا يتحرك الإنسان العربي بشكل كبير بشكل واضح، لكن ممكن أن يعني هذا مؤقت، لكن آجلاً أم آجلاً لابد أن يثبت الشعار العربي وأن ينتقل نضال الشارع إلى صندوق الصراع، وأيضاً يحقق الشارع العربي ما يريد المواطن العربي من حرية وديمقراطية. يعني دكتور هيك سؤال إضافي بدي يعني خاصة بربط يعني عمل حضرتك في الجامعات وفي المحاضرات وفي الأبحاث العلمية، هذا كان عمل قيس سعيد، الآن هل تتوقع أن بعد أن ينتقل من غرف القاعات المحاضرات والكتب إلى التجربة العملية للممارسة السياسية، هل تتوقع له النجاح شخصيا كدكتور أحمد سعيد نوفل؟ والله يا أستاذ إنال أنت قطعت يعني سؤالك مباشر على الجرح. يعني أذكر أن الرئيس قيس سعيد هو أستاذ جامعي أستاذ قانون دستوري ويعرف طبيعة الأنظمة الديمقراطية، وبالتالي علاقاته مع الطلبة في تونس، هؤلاء الطلبة هم الذين استفاد منهم في يعني في انتخابات أو استفاد خلق نوع من الوعي لدى الطالب الجامعة التونسية من أن نخلق جيل جديد من الشباب الواعي لحقوقه. هذا القضية مرتبطة، يعني العمل الأستاذ الجامعي ليس فقط يقدم محاضراته، لابد أن يوعي ويعني طلبته من أجل يعني تحريك الوضع الداكن الساكن في هذه الدول العربية من أجل خدم أفضل. يعني هي حركة وعي مستمرة الطالب يستفيد منها، لكن بلا شك القضية مرتبطة بالأستاذ الجامعي ومرتبطة بالطالب وأيضا بنبض الشارع نفسه الذي يؤكد على أهمية العمل والنضال من أجل تحقيق هذه المطالب إلى مطالب الشارع التي يريدها يعني أي مواطن عربي شريف يحقق نظمة الديمقراطية والحريات في الوطن العربي. جميل،
كل احترام لك دكتور، نسعد دائما بالاستماع إلى تحليلك والعمق الذي تذهب إليه. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة يرموك الدكتور أحمد سعيد نوفل، شكرا جزيلا. سننتقل الآن إلى استطلاع للرأي في الشارع. سؤال سريع، بعد أن انتخبت تونس رئيسا جديدا لها بكل حرية بكل ديمقراطية، هل تعتقد كمواطن في الشارع أن باقي الدول العربية بالعموم من الممكن أن يخوضوا نفس هذه التجربة التونسية؟ فلنستمع كيف كانت الإجابات. علواه والله ممكن طبعا أكيد. والله ما بعتقد أنه ما في ديمقراطية في الوطن العربي كله. ما تونس وضحها غير أحسن من، يعني عندهم حرية أكثر. تتعمم لأنه لازم كل الدول العربية تكون بالانتخابات النيابية ديمقراطية، وانتخابات تكون صادقة بدون أي غش أو تزوير، لأنه عندنا هون بالأردن في تزوير كثير بالانتخابات، وكثير ينحل مجلس النواب ويرد ينربط. فلازم أنه هاي الانتخابات ديمقراطية بكل الدول العربية تكون تزبط، أنه تصير هاي الانتخابات مش غلط، وإن شاء الله أنها نجربها عنا. يعني هذه ربما هيك آراء سريعة. علواه أول واحد، يعني علواه العالم العربي تنتقل له هذه العدوى وهذه الديمقراطية. أنا أعتقد أنه في شيء مشترك بين الشعوب العربية أنها تتوق لهذه اللحظة، أنه لحظة أنه أنت يعني على مستوى عدم المؤاخذة الواحد في بيته بحب أنه يؤخذ برأيه، يعني رأيه يكون حاسم وفعال ومؤثر على مستوى قرار غدوة ولا عشوة ولا رحلة ولا طلعة ولا جيد. فما بالكم بقرار إدارة الدولة، كل واحد يعني له مصلحة بأن يكون شريك في ذلك، وله أمل وله طموح. هذه الفطرة الإنسانية في أي دولة في العالم، والعالم العربي يعني جزء من هالشعوب الكرة الأرضية. لماذا فقط حرمت الأمة العربية من ذلك؟ حتى في دول ربما لم نكن نعتقد أنه في يوم من الأيام يكون لها نهضة في أمريكا الجنوبية ولا في إفريقيا ولا في غيره، ولكنها أصبحت الآن متفوقة بشكل كبير ولديها نظام ديمقراطي حقيقي وقوي وفعال. على الفيسبوك أيضا سألنا سؤال، شارك برأيك بكل صراحة، ما شعورك وأنت تتابع قيام الشعب التونسي باختيار رئيس بلاده عبر صناديق الاقتراع؟ خلينا نشوف كيف فيك مجموعة من الإجابات، نقرأ لكم تعليقات. نبدأ مع فائقة فتحي تحكي الله يديم الديمقراطية عليكم وما ينقلبوا على الشرعية ويكون في خدمة الإسلام والمسلمين والقضايا العادلة والعقبة لدولنا العربية. أبو قصي حمودة بحكي ألف ألف مبارك وأسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ندوة حسان، في أمل في هذه الأمة والأمل بالله أولا وأخيرا عقبال بلد 100 مليون. سميرة بتحكي سعيدة جدا، بلد أصبح يعبر عن رأيه بكل حرية، مبروك. حنان عودة، مبارك لتونس وياريت الديمقراطية عندنا نحن العرب. علي عبد القادر حمزة بيحكي العدل أساس الملك، وأن يكون رئيس للجميع ومحاسبة الأقرباء والمسؤول وابن الشعب القانون. أنا أضمن لك احترام شعبك وفهمك كفاية. مرج الزهور الله يأخذ بيده. نهى اشدفات عقبال عند كل العرب بيتعلم من الشعب التونسي المفخرة. حمزة سعيدين شعور رائع يثبت أن لا مستحيل، يعني الكل حقيقة مبسوط رائع مبارك. يعني أحمد عياصر بيقول سيصبح البطل الثاني للأمة العربية بعد البطل الأول أردوغان، كلاهما إرادة شعب، مع أنه يعني أردوغان مش عربي، هي أمة الإسلامية بأكملها. هنيئا، يعني في فرح. أتمنى يعني كل مسؤول الحقيقة، كل مسؤول وكل صانع قرار في العالم العربي ليس فقط في الأردن، شوف هاي التعليقات وشوف قديش الناس بتنبسط. لسه ما صار تحسن بالاقتصاد، ما انحلت مشكلة البطالة، ما انحلت مشاكل التعليم والصحة والبنية التحتية والتطور والبحث العلمي وبراءة الاختراع، ولكن الكل مبسوط وسعيد ما حرر فلسطين ولا وعد انه حرر فلسطين، يعني ولكن واحد باتخاذ موقف تجاه هذا العدو. وأهم موقف هو موضوع التطبيع، تجريم التطبيع. وهذا رد بالمناسبة على كل من يعني دائما ما يحاول أن يروج لأنه يعني العلاقات مع الكيان الصهيوني هي لصالح الشعب الفلسطيني، وعشان إحنا هذه كلها السيناريو وهذه الاستوانة غير مقبولة. الشعوب بدها مواقف، شعوب مواقف، وبعد ما تتخذ الموقف إذا في تضحية فهم جاهزين لأن يكونوا جزءا من هذه التضحية، وبكل تأكيد وأنت تحصل على الشرعية بذلك.
أنت تحصل على شرعية، وسبب رئيسي يمكن من فوز الكاسح لقيس سعيد، نحكي عن أكثر من 3/4 التونسيين صوتوا له بنسبة يعني مش سهلة، نسبة كبيرة وكبيرة جدا كانت يمكن لهذه المواقف، موقفه من التطبيع، موقفه حتى من موضوع الميراث في تونس اللي كان فيه مس بالشريعة الإسلامية، وبنهاية تونس دولة إسلامية ولو كان هنالك تيار علماني قوي فيها. قال أنا أرفض هذه المادة، أرفض هذه المادة، وقال إنه يعني بالنهاية هو لا يؤول النص الواضح والقطعي، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في القرآن الكريم. على كل حال نكتفي بهذا القدر في الملف التونسي، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم ملف جديد، فكونوا معنا.